بمناسبة ليلة فممكن البكور نقول حاجة، هنقول حاجة خاصة بالحجيج. جميل. على ذكرك لهذا الأثر، قصيدة لسيدنا عبد الرحيم البرعي. الله. وهو رايح الحج في القافلة، فقبل أن يصل إلى الحج مرض مرضا شديدا ووافته المنية. فقبل لم يصل أن إلى الحج قبل أن وهو على مشارف الـ 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 الأراضي المقدسة، فقبل أن يصل إلى 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 إلى, إلى هذه، لما وافته المنية أنشد قصيدة يا راحلين إلى منن بقيادي. هذه القصيدة أنشدها وانتقل إلى وجه سبحان الله. سبحان الله، وكأنها هي رسالة ختامية. نعم. حلوة من الدنيا. نعم، أنا تعمدت في أداء هذه القصيدة، اخترت اللحن أن يكون شجي وحزن لأنه راجل راح يحج ولم يوفق، ولكن في التوزيع والأداء الموسيقي في نوع اخترت المكسوم عشان يكون في نوع من الفرحة اللي هي فرحة الحج. لا، وفرحة إن شاء الله قبوله بإذن الله. هو يعني طالما طلع ربنا من كريم ونوى النية فهو من ربنا هيكرمه يعني يا أكيد رب. يعني يا رب. تفضل. تفضل. يا راحل يا راحلي إلى منى بقيادي، هيجتم يوم الرحيل فؤادي، سرتم وسار دليلكم يا الشوق أقلقني وصوت الحادي يا راحلين إلى منى بقيادي، هيجتم يوم الرحيل فؤادي، سرتم وسار دليلكم يا وحشتي، الشوق أغلقني وصوت الحادي، فإذا وصلتم سالمين فبلغوا مني السلام على تذكروا عند الطواف متيما صبا براغ الشوق والإبعاد، يا راحلين إلى منى بقيادي، هيجتم يوم الرحيل فؤادي، سرتم وسار الشوق أغلقني وصوت الحادي،
ساقوا الرؤوس وقصروا من شعرهم، فاتوا بمجتلفات وزاك الواد، نحروا ضحاياهم وسال دماؤها، وأنا المولى وقد نحرت فؤادي. يا راحلين إلى منام بقيادي، هيش دموع يوم الرحيل فؤادي، سرتم وسار دليلكم يا وحشتي، الشوق أغلقني وصوت الحال. زوار روض أحمد، لا تبلغ المختار مني تحية من عاشق متمدد الأكباد. الشوق أغلقني وصوت الحال، يا راحلين إلى منى بقيادي، هيش دموع يوم الرحيل فؤادي، سرتم وسار دليلكم يا وحشتي. الشوق أقلقني وصوت الحال.